جاهزين نخش على فقرة الاختيارات؟ يس. لا ايه ده، جاهزين؟ يس جاهزين. بعد كل ده ولسه برضو احنا انا شايف ان الابهات هم اللي النهارده فبس صاحيين. ايوه احنا عايزين نلعب بقى. ايوه طب هنلعب والله هنلعب. يلا نخش على طول. دي بقى اسئله سهله جدا. عارفين اغنيه كان في فراش صغنطاطة لبسه بلوزه منقطه، حد عارفها؟ طيب اللي بتغني الاغنيه دي نيلي ولا بوسي ولا شيرين؟ هي مش على زمانه. نيلي؟ لا ما انا عارف. ولا بوسي في وسائل مساعده ولا شريهان؟ نيلي. نيلي صح. ايوه النبي وقعت كده كويس. ماشي هنا سؤال تريكي جدا. عارفين بوجي وطمطم؟ كان على ايامنا احنا بوجي وطمطم. بوجي وطمطم كانوا يقربوا ايه لبعض؟ صديقها، اخوها، ابن عمها؟ ده انا نفسي. عندكم وسائل مساعده؟ صديقها، ابن عمها؟ لا لا ايه ايه طق دي يا ماما؟ في ايه؟ غلط غلط. مين بقى قولوا تعرفوا؟ أخوه. كان اخوها. بس هو كاتريكيا ما نعرفش ازاي لغايه دلوقتي. انا مش عارفه ازاي برضه. معلش معلش عادي بقى خيال. ماشي. فخر العرب مو صلاح، محمد صلاح بيلعب حاليا في نادي ايه؟ ليفربول ولا مانشستر ولا ريال مدريد؟ ليفربول. ايوه يا راجل. يس. برافو جدا جدا جدا. جنسيه الاسطوره دييجو مارادونا كانت ايه؟ ايطالي، برتغالي، ارجنتيني؟ يا بتاع كوره يا بتاع كوره. مش هيعرف. تاني الاسم، تاني الاسم. مارادونا. مارادونا ايطالي ولا برتغالي ولا ارجنتيني؟ ارجنتيني. انت بتسال بابا. شفت خدت بالك. بس ماشي ماشي ماشي. بس برافو، هي ارجنتيني فعلا. شكل هندسي له ثلاث زوايا، كنت هرسمها، وثلاث اضلاع وثلاث رؤوس. مثلث ولا شبه منحرف ولا مربع؟ شكل هندسي العربي ليه ثلاث زوايا، ثلاثه اوكي، وثلاث اضلاع وثلاث رؤوس، ثلاثه بس. الثلاثه دول يعملوا مثلث ولا يعملوا شبه منحرف ولا يعملوا مربع؟ مثلث. مثلث. برافو. صح. ماشي اوكي. عشان ثلاثه يعني. ايوه صح. 1 2 3 بالظبط كده يعني تريانجل. ماشي. هنا شكل هندسي ليه ست زوايا وست اضلاع وست رؤوس. المستطيل، المستطيل ولا سداسي الاضلاع؟ سداسي. ايوه صح. ما كملش يعني. ماشي ميك سنس يعني. ستة سداسي. طيب ماشي، احنا خلصنا الاسئله بتاعتنا وعرفنا ان انتوا شاطرين جدا جدا وما استخدمتوش كمان وسائل المساعده، ودي حاجه ظريفه جدا. ولكن اللي جاي بقى هنشوف كل العيله هتعمل ايه في تحدي التوازن.